دلوقتي احنا هنتفرج على مشكله عامه كده دايما بتواجهنا، هي مشكله تركيب الريب. دايما هتلاقي الماركات كلها الريب بتاعها نزل فلات، مفيش اي تشريب خالص، مفيش تضييق بزياده على جسم الايه الحاجه. لو عايز الوسط بيبقى اصغر ساعات بنعمل ايه ميل شويه عشان اضيق شويه، بحيث ان انا ما اخليش الاستك يشد بزياده. فهتلاقي الحاجات اللي جايه كلها من الماركات الاخرى كلها هتلاقي الريب فلات كده نازل ستريت، مفيش غير تضييق سنتي ولا حاجه زي كده بس عشان يلم الموضوع يعني ما يوسعش. بص نازل كله ستريت مش اي تشريب. دوت من فورن بير في تشريب شويه بس خفيف جدا بالمقارنه بحاجات اخرى. لما هنبص على الاكمام هنلاقي برده نفس القصه كده، الكومت اللي نازل فلات ما فيهوش تشريب، يعني ده ادي اهو. بس هو لازم تيستنج في كل موديل بيتعمل ان هو ما يعملش كده قبل التصنيع. دوت هتلاقيه شوف ضيق ازاي، بس هتلاقي التشريب قليل برده. في تشريب دوت يعتبر برده في مشكله، لكن في الغالب كله هتلاقيه نازل فلات ستريت مفيش اي حاجه. ده بتاعنا احنا بس. في الانتاج بتاعنا بقى عندنا الايه الشكل مختلف، بيطلع تشريب كتير كده طبعا مش كل الموديلات يعني، انا بس بنقي الموديلات اللي فيها مشاكل عشان نشوف نتجنبها ازاي. تشريب الكلام ده بيبقى جوده سيئه جدا وشغل شعبي، بيبقى تشريب كتير كده، تشريب كتير. الاكمام بتاعتنا تشريب كتير، كل ده ايه شكله ايه شعبي لو كواليتي. هنا كذلك برضه تشريب كتير ميوله عالي وواطي. في طبعا انا شايف ان جداول التكنيكال مطلعه بعض الفروقات في الحتت دي توضح ان في مشاكل في المقاسات، لكن بالمناقشه مع حسين الموضوع دوت هو مش حله بس في انه بيختلف في رب في لكره كتير ولب في لكره قليل، فبيشد حاجه بتشد جامد وحاجه بتشد، فدي كنترول اكتر في المصنع. لازم المصنع قبل ما يعمل حاجه زي كده يبقى عامل سامبل ويتاكد ان هو الفرق اللي خده من مقاس الرب لمقاس القماشه لما يركبوا على بعض ما يعملش التشريب ده قبل ما يشغل. يعني لو حسين اداله مقاسات ده مشي عليها ممكن يلخبط برضه. هو لازم دي ظبطها ظبط مقاس الرب في التشغيل لازم يجي من المصنع، لان هو ما بيعملش هنا السامبل على الرب النهائي اللي جاي في الانتاج. فدي لازم كنترولها من المصنع بس مش من عند حسين، فانا مش قادر اقول يمشوا على حسين بالظبط، لازم برضه من المصنع يبقى دايما في كنترول الحته دي ما تطلعش المناظر دي. شكرا. طبعا احنا في الانتاج بتاعنا بقى عندنا الايه الشكل مختلف، بيطلع تشريب كتير كده طبعا مش كل الموديلات يعني، بس بنقي الموديلات اللي فيها مشاكل عشان نشوف نتجنبها ازاي. تشريب الكلام ده بيبقى جوده سيئه جدا وشغل شعبي، بيبقى تشريب كتير كده، تشريب كتير. الاكمام بتاعتنا تشريب كتير، كل ده ايه شكله ايه شعبي لو كواليتي. هنا كذلك برضه تشريب كتير ميوله عالي وواطي. في طبعا انا شايف ان جداول التكنيكال مطلعه بعض الفروقات في الحتت دي توضح ان في مشاكل في المقاسات، لكن بالمناقشه مع حسين الموضوع دوت هو مش حله بس في انه بيختلف في رب في لكره كتير ولب في لكره قليل، فبيشد حاجه بتشد جامد وحاجه بتشد، فدي كنترول اكتر في المصنع. لازم المصنع قبل ما يعمل حاجه زي كده يبقى عامل سامبل ويتاكد ان هو الفرق اللي خده من مقاس الرب لمقاس القماشه لما يركبوا على بعض ما يعملش التشريب ده قبل ما يشغل. يعني لو حسين اداله مقاسات ده مشي عليها ممكن يلخبط برضه. هو لازم دي ظبطها ظبط مقاس الرب في التشغيل لازم يجي من المصنع، لان هو ما بيعملش هنا السامبل على الرب النهائي اللي جاي في الانتاج. فدي لازم كنترولها من المصنع بس مش من عند حسين، فانا مش قادر اقول يمشوا على حسين بالظبط، لازم برضه من المصنع يبقى دايما في كنترول الحته دي ما تطلعش المناظر دي. شكرا.